وعليكم السلام، مرحبا بي. مرحبا، وش مشكلتك؟ حبيت نحل تاو ما نعرفش تحلت ولا اول مره، ما عنديش فكره. اتحلت، وش مشكلتك انت يا حاج؟ حبيت نسالك خويا الغالي، عندي تفسير، نحب نعرف تفسير محلمتي. وش حلمتك؟ اول حلم شفتها اني انا نصلي في مكه المكرمه، وانا على فكره انا يعني مانيش متحجبه، تمام قاعدة تفهمني بالتونسي. تمام قاعدة نصلي نسجد في مكة المكرمة وبحذية الكعبة، وأنا نرتدي خمار أخضر ولبسة جلباب أسود في الركوع والسجود. أنا قاعدة نسجد، كي رفعت رأسي من السجادة لفت على أي عيني على الجهة اليسار، شفت الحرم، يعني شفت الكعبة. طب لحظة، أم عبد الله الدوم بوكسومات عشان يسكت. أيوه قلت لك خويا الغالي شفت الكعبة، كي شفت الكعبة انبهرت، لي أنا ما كنتش نظن نفسي أني أنا قاعدة نسجد في بيت ربي سبحانه. انبهرت هكا بشوفتها، وقيت فيها قريب 20 إنسان قاعد يطوف. قلت بيني وبين روحي يا أنا في بيت ربي سبحانه، وانهمرت بالبكاء. فهمت كيفاش؟ كي أنا وليت نبكي ياسر، قلت مال أنا كي في بيت ربي نكمل فيه نعمل الشهادة ونطوف بالكعبة نعمل عمرة. ولكن كي حبيت أنا نعمل عمرة، لقيت بيني وبين الكعبة الشريفة حيط من الزجاج شفاف جدا. طيب كي قمت باش نطوف بالكعبة، لقيت الحيط هذاك من الزجاج بيني وبينها. كي حبيت يعني نبعد من الحيط الجدار هذاك وندخل في وسط الكعبة نصلي، عرضوني زوز، يعني لقيت زوز رجال واقفين، قالوا لي يا أحلام، من اسمي أحلام، قالوا لي أحلام أنت وين تحب تمشي؟ قلت لهم نحب نطوف، أنا نحب نعمل عمرة، أنا نحب نعمل العمرة متاعي. حبيت نعمل العمرة، لقيت بيني وبين الكعبة حيط شفاف من الزجاج، يعني من البلاوة. أنا وقفت باش نمشي نعمل العمرة متاعي، لقيت في الباب متاع يعني الحرم، لقيت زوز رجال قالوا لي انت يا احلام، انا اسمي احلام، قالوا لي انت يا احلام عامله عمرتين. قلت لهم لا انا ما عملتش حتى عمره. قالوا لي لا امشي على روحك، يعني امشي في حالك، يعني روحي انت عامله عمرتين. قلت له لا انا نحب نجي نصلي، انا نحب نعمل عمرتي. وفقت من الحلمه. فهمت كيفاش؟ طيب هي طبعا الرؤيه اللي انت شفتها ديت، اول حاجه انك انت مرتديه خمار لونه اخضر. اللون الاخضر ده هو اللون، يعني سبحان الله، ثياب اهل الجنه لونها بيكون خضراء. تمام، قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر. لكن ان انت راسخ خضره ثم بعد ذلك لابسه ثياب اسود، فاللون الاسود غير. هو ربنا سبحانه وتعالى مكنك في الارض، يعني اداكي حاجات كتيره جدا انت كنت بترجوها منه، وحقق لك اشياء وغايات كتيره جدا انت كنت بتتمناها منه، صحيح ولا غلط؟ والله الحمد لله على كل حال. وكهو الحمد لله. اذا معنى انك انت يعني سبحان الله تشوفي نفسك انك انت بتسجدي جوه الكعبه وبتسجدي جوه الحرم، فمعناته ان الرؤيه دي تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لك غايه او حاجه انت بترجوها من الله جل وعلا بتتحقق ليكي. لكن تعالي كده نشوف ان انت لما جيتي تبصي لقيت الكعبه بجوار منك، وان في حائط شفاف بيحيط بينك وبين الكعبه. الحائط الشفاف ده يعني سبحان الله هو يعني عدم حجابك. اي انا مش متحجبه. عدم الحجاب بيحيل بينك وبين الله جل وعلا، بيحيل بينك وبين الوصول للدرجات العاليه للكمالات. فهي الرؤيه ديت مختصره بتدعيك انك انت تلبسي وترتدي الحجاب. انا عشان الجدار انا ما اخفيش عليك، نحب نتدين ولكن ما نحبش نتدين وانا مش مقتنع. مش مقتنع ما نحبش ربي سبحانه، يعني ما نصليش ونعمل خمار، ما نحبش نحس كيني على فكره انت معنى انك انت يعني سبحان الله، انا عايز اقول لك على حاجه، انت عارفه معنى ايه انك انت عملت عمرتين قبل كده؟ ليه؟ انت في حياتك كنت مقطعه زي التقطيع اللي انت كنت موجوده فيه الان، وتبت لله جل وعلا وبقيت تصلي وحياتك اتغيرت، صح ولا غلط؟ ايوه
جيت فترة صليت وبطلت. تمام، حلو قوي. وبرضو اتكرر معاكي نفس القرة انك انت بقيت تصلي مرة تانية، يعني بقيت تصلي مرة تانية وتوبت مرة تانية، وبقيت في الفترة اللي انت كنت ملتزمة فيها ديت الدنيا كلها كانت متغيرة معاكي، وكل حاجة كانت بتتحقق لك، وكنت بتحس براحة وسعادة داخلية، صح ولا غلط؟ صحيح. هي دي العمرتين اللي انت عملتيهم، توبتين كانوا صادقين مع الله جل وعلا، التزمت فيهم بالصلوات المفروضة والتزمت فيهم بالتقرب من الله جل وعلا، فانت ليه تحرمي نفسك بقى وتبعدي عن ربنا؟ الحائل او الجدار اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هو عدم ارتداء الحجاب. انت مش مقتنعة بالحجاب؟ لا أنا مقتنعة، ولكن حس حتى شغلي نحسه حرام. نحكي معاك بصدق، أنا أصلي يعني عندي، أنا أصلا أشتغل كوافيرة، فهمت كيفاش خويا الغالي؟ توفيرة يعني ايه؟ نحس فلوسي كل نحسه حرام من حيث الشغل الحرام. طب انت توفيرة اي نوع؟ ميك اب ارتست ولا بتاعت شعر؟ كل شيء. خلاص انت بصي، عشان تطهري خليكي شغالة في الشعر بس، يعني الشعر يعني على الاقل، يعني ان بتيجي الواحدة محجبة فبتبقى شعرها بايظ فعايزة تظبط شعرها عشان شعرها ما يروحش منها، فانت خليكي في الشعر تمام. في نفس الوقت يعني انا مش عايزك انك انت يعني ايه مش مرة واحدة هتقتنعي، خليكي واحدة واحدة. وفي نفس الوقت الشغل اللي انت تشتغليه حاولي انك انت تخرجي صدقات، حاولي انك انت مثلا تقرب لله جل وعلا. فاهميني انت؟ تخرج. على فكرة، على فكرة يا أستاذة انت كويسة جدا، وعلى فكرة انت قلبك أبيض قوي، وإلا ما كنتيش شفت نفسك داخل الحرم وشفت على راسك حجابة خضراء. أنا ديما العمة خويا الغالي ديما زاد حلمت، زاد قبل حلمت اللي أنا في بلاصة خضراء، يعني مكان كله أخضر، ويعني وأنا ديما لقيت الثمار الأخضر. دليل على ان الارض اذا كانت جباء وان كانت الذنوب موجوده ومغطياك من كل مكان، الى ان الصلاح موجود بداخلك. انت كل المطالب منك شيء واحد فقط لا غير، الرجوع لله جل وعلا. انا عايزك تمام تحاولي انك انت تقبلي على الله، وتحاولي انك انت تقولي ان انا هصلي ركعتين توبه، هحافظ على الصلوات المفروضه تمام، مش هخلي حاجه تحيل بينه وبين ربنا، هلبس الحجاب عادي. انا عايز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه. ربي لو انت ماشيه في شارع او ماشيه في طريق، وخلينا مثلا ماشيين في طريق كده وماشيين في الشارع، انت ماشيه في الشارع والناس كلها عماله بتبص عليك صح؟ صحيح. ربنا بيقول وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. تصوري بقى انك انت في ارض المحشر ماشيه طالقه شعرك ولابسه لبس يعني مبين جسمك ومبين يعني مفاتنك، وماشيه كده في الشارع يعني سبحان الله بدون حجاب، وماشيه بس ايه الموقف ده يتعرض كده في الاخره انك انت رايحه قدام الرسول وقدام الله جل وعلا بنفس الطريقه وبنفس الهيئه بدون يعني حجاب، وماشيه كده والملائكه عماله تشوفك، هل الله هينظر لك؟ على فكرة أخوي الغالي، أنا عمري ما لبس لبس غير محتشم، طيب صحيح متحجبة، ولكن ديما حوايجي مستورة. طيب طالما ان حواجك مستوره، انا خلينا هنا يبقى يعني نمط السؤال، يعني لو انت ماشيه وشعرك يعني بدون حجاب وماشيه كده والنبي صلى الله عليه وسلم عديت عليه في ارض المحشر هيبص ليكي؟ لا طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس من الفرس كانوا سايبين يعني مربين شنباتهم وحالقين لحاهم فاناح بوجهه حتى لا ينظر لهم، فما بالك يعني امراه طالقه شعرها؟ وتبرج الجاهليه الاولى كانت الواحده بتلبس سلسله ولابسه الحجاب وبتلبس سلسله، والحته دي بس هي اللي بتكون باينه كده والسلسله بتكون فوق الملابس، ده التبرج بتاع الجاهليه الاولى. اما اللي احنا فيه دلوقتي ده تبرج ابليس نفسه. فانا عايزك انك انت دلوقتي تصلي ركعتين توبه لله جل وعلا، وبعد ما تصلي ركعتين توبه لله جل وعلا تلبسي الحجاب، وابداي انك انت تشتغلي وسالي الله عز وجل ان يبدلك عمل خيرا من العمل ده وسعيه، وهتلاقي ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. لكن انا دلوقتي اللي انا عايزه منك ابدا بايه؟ بالصلاه وبالحجاب. اما باقي العمل ربنا سبحانه وتعالى لما يعلم ان في قلبي خير هيهديني للخير. ده صعب عليكي؟ ونعم بالله سبحانه، مش صعيب. صعب عليكي؟ ليه خويا مش صعيب يا حلو قوي. انت دلوقتي على مقربه من الله جل وعلا، بس في لوح ازاز بيحب بينك وبين الله جل وعلا، وان الاثنين اللي بيقولوا لك انت رايحه فين، انت عملت عمرتين قبل كده يعني تبت مرتين قبل كده، توب الثالثه بقى لعل ان في الثالثه دي تحسن التوبه بتاعتك، فربنا يهب لك اعمال صالحه، لان الله عز وجل هو اللي بيخلق لنا الاعمال. فالاعمال الصالحه دي لما ربنا يخلقها ليكي تبص تلاقي نفسك مقبله على الله بالطاعات بالصلوات، تبص تلاقي يعني سبحان الله ربنا بيمدك بخيرات كتيره قوي، بيصرف عنك جميع الكروبات، بيبارك لك في رزقك. تزودي وقولي يا رب انا ده العمل اللي انا نفسي حطيت نفسي فيه،
فانا بسالك من فضلك وبسالك انك انت ترزقني مال حلال، بسالك انك انت ترزقني عمل حلال، وبسالك انك انت تغفر لي وترحمني. ربنا سبحانه وتعالى رحيم ودود، هيغفر ليك وهيهيئك وهيخلي حياتك كلها جنه باذن الله جل وعلا. فهل انت دلوقتي مقتنع انك تلبس الحجاب؟ مقتنعة، نحكي بصدق، راني انا ما نجمش نكذب، بالحق نحكي بصدق باللي في قلبي من داخل. انا نحب نعطي، انا نحب نكون نصلي بدون انقطاع جمله، ونكون مستعده للخمار. ما نحبش نعمل كيما اشطر النساء اللي يعملوا انهم متحجبات وما يصليوش، نحس اني انا عملت اثم كبير. لا 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 لا، خلاص اسمي مش مشكله. يعني واحد بص دلوقتي جسمه كله مولع نار، تمام، يطفي دراعه ولا يسيب جسمه كله مولع وقول خلاص انا مش هطفي؟ طفي دراعك، غطي راسك يا ستي، والصلاه هتيجي مع وقتها. انا دلوقتي عايزك انك انت من جواكي تكوني يعني سبحان الله ناويه انك انت تصلي. طيب 1000% باش نقف نصلي. طيب، وعايزك انك انت تلبسي الحجاب لان رؤيتك بترشدك لكده، عشان لوح الازاز يتشال. وانا ما بلي سبحان، انت عارفه انت لو متي على نفس الحاله اللي انت موجوده عليها دلوقتي، يعني كنت يعني سبحان الله بتصلي ومش مرتديه الحجاب. في بعض العلماء يقول لك انك انت اساسا لا يصلى على الانسان لما بيصليش ما يتصلاش عليه جنازه ولا يندفن في مقابر المسلمين، واول ما بيموت بيخش على جهنم راكب فيسبه ملهاش فرامل، او راكب سياره ما لها فرامل. انت تبغي كده؟ تبغي تكون حياتك كده؟ لا ما بحبش. طيب خلاص ما بتحبيش، انا عايزك بقى انك انت دلوقتي تقبلي على الله جل وعلا وربنا هيهديكي. عايز بس ركعتين توبه منك، لبس حجاب، صلاه، شغلك في كوافير او ميك اب ارتست كملي فيه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالافضل، وحاولي انك انت تتصدقي عشان تطهري من مالك، وقولي يا رب ارزقني رزق حلال، وتصلي فرض وتقطعي فرض مش مشكله، لكن هتيجي تلاقي نفسك ما تسيبيش الدنيا كلها تتقطع منك. على فكره انت لو صليتي هتلاقي صدرك مشروح، تمام؟ والدليل على ذلك قولي بسم الله. قولي بسم الله. بسم الله. قولي بسم الله كمان مره. قولي بسم الله كمان مره. بسم الله. طيب غمضي عينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يسحب كل هذا موجود في هذا الجسد بأمر الله، يسحب كل هذا موجود في هذا الجسد. حصلت نفضة في جسمك الآن صحيح؟ صحيح. طيب في برودة في أطرافك يعني في رجليك وديك صح؟ أي صحيح. قولي بسم الله وخذي نفس عميق. بسم الله. الآن في ضيق في صدرك صح؟ أي أنا عندي مشاكل صحية. طيب قولي بس بسم الله وخذي نفس. مشاكل الصحية دي سببها عدم الصلاة، قولي بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ويشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف امتك تنكى عدوك وتصلي لك، اللهم اشف امتك تنكى عدوك وتتحجب وتصلي لك، اللهم اشف امتك تنكى عدوك وتتحجب وتصلي لك، اللهم اشف امتك تنكى عدوك وتتحجب وتصلي لك. خد نفس عميق هتلاقي صدرك انشرح. صدرك صحيح؟ صحيح. طيب كان عندك الم في جسمك في اي مكان؟ كنت بتعاني من اي الم؟ عندي، اكتشفت مؤخرا اني عندي اكياس في صدري. كيس معناه ناشك مش بفسر لك. أكياس. طب الأكياس دي ظاهرة بارزة واضحة؟ لا مش واضحة. طيب قولي بسم الله. بسم الله. شايفة في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهية هتبص تلاقي إن في صدرك زي كعمشة أو زي انقباض شديد. صحيح. طيب قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. هتلاقي كأن في نبض زي نبض الجنين في صدرك. صحيح؟ لا. طيب مع الانقباض والانكماش قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. في تنميل الآن في صدرك صحيح؟ أي صحيح. قولي بسم الله. بسم الله. اللهم اشف امتك تنكى
عدوك وتصلي لك، اللهم اشف ما تكتنك عدوك وتصلي لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتلاقي إن في هواء بارد وبرودة شديدة جدا حصلت في صدرك الآن، صح؟ لا، طيب أما كمان حاسة مرة، تنميلة، كان شوية تنميل. طب قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. في برودة الآن في صدرك، صحيح؟ هواء بارد. صحيح. قولي بسم الله. بسم الله. اللهم اشف ما تكتنك عدوك وتصلي لك. سيب الموبايل وقوم امشي، هتلاقي جسمك كله خفيف زي الريشة. سيب الموبايل وقوم امشي، كل واحد بيسمعني برضه قوم يمشي لو سمع الرواية ديت. خف جسمك، صحيح؟ ايه اخوي، حسيت خفيت وحتى عظامي ترشقت. ايه عظمك ترشق، صح؟ اي عارفه ده معناته ايه؟ لا، معناته ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. انت مؤمنه، بس الشياطين مش مخلياكي تتقربي من ربنا سبحانه وتعالى. الشياطين ربطة ايدك ورجلك، الشياطين بتحيل بينك وبين الله جل وعلا. انت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خيط ازاز، اختار الازاز ده بايدك واقبلي على الله جل وعلا يشفيك من جميع الامراض ويخلي حياتك كلها نعيم. انا عايزك دلوقتي تعملي ايدك كده، اعملي ايدك كده، شايفه ايدك؟ انا مش قادرة فيك خويا الغاليرة، ايه؟ من عرش مش قادرة فيك، واقفة الصورة مش ايه؟ تصويرة واقفة، طيب قولي بسم الله، حاولي تعملي صبعك كده، شايفه صبعي؟ الصورة واقفة مش قادرة فيك. قولي اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، واشهد ان محمد رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، وكفرت بالجبت والطاغوت، بالجنين، بالجبت والطاغوت، بالجد والطاغوت. طيب عايزك بقى انك انت تلبسي الحجاب، وعايزك انك انت تتوكلي على الله وتصلي، كل امورك هتكون مزيانه. ولو انت صليت لمده 40 يوم، روحي اعملي اشاعه، هتبصي تلاقي ان صدرك خف بنسبه 90% ان شاء الله، اوكي؟ عايش خويا، ربي فضلك، ربي فضلك ويعلي مقامك. بارك الله فيك، في امان عايش. الله. سامحني سامحني على تعبك. هتلبس الحجاب وتصلي ان شاء الله؟ باذن الله السميع العليم. طيب يلا قومي صلي العشاء دلوقتي، في عايش امان خويا، الله. ربي فضلك، يعيش بسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اخواننا الافاضل لحد الان هيكون انتهى البث المباشر بتاعنا، علامه ان انا القاكم في بث مباشر اخر.